اللي انت بتعمليه في نفسك ده غلط. انت بتعذبي نفسك يا بنتي. وحشني قوي، وحشني قوي قوي يا فندم. طب يلا بينا، يلا بينا نمشي من هنا. انت ليه مش مصدقني؟ حسام ده اول راجل في حياتي، كان جوزي وكنت سعيده قوي قوي معاه. بقى بعد كل اللي عمله فيكي ده وبرضه بتحبيه؟ انا عذراء. على فكره هنا اللي انت فيه ده مش حب. امال ايه؟ ده جرح كرامة، علشان هو اللي سابك الاول. عارفه لو انت اللي كنت سبتيه الاول ما كانش ليا باحساس كده. غلط، أنا بحب حسام فعلا، وكل اللي مجنني إني مصدق إن أنا خنته. أنا هموت يا فتحي، هموت لو معرفش الحقيقة، هموت. صباح الخير يا عمر. صباح النور يا ماما. ازيك يا حبيبي؟ عاملة إيه؟ إيه ده؟ أنت مسافر؟ أيوة ماما، طالعين الغردقة دلوقتي أنا وكارول عشان نطمن على الأرض اللي هنبني عليها المشروع. انت ايه اللي جابك بدري كده؟ وحشتني يا ابني، قلت اجي اشوفك. يا حبيبتي. ومسافر انت؟ دلوقتي، اصل انا حاجزين طيران. هاي. اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ طب يا حبيبي تروح وتجيب الف سلامه. معلش يا ماما، ما تزعليش مني. لا ازعل منك ازاي؟ روح شوف شغلك، ربنا يفتحها في وشك وحق جهنم يا رب. طيب، تحب اوديكي فين؟ على فين يا ابني؟ هروح على بيتي. طب يلا. حسام انت تاني؟ انا حامل يا حسام. انت بتنزلي من العربيه؟ صدقني يا حسام حامل. روحي للصايع قريبك اللي كان معاكي في الشقه وقولي له الكلام ده. اخس عليك يا حسام كده برضه تقول لي انا الكلام ده؟ اللي في بطني ده ابنك انت، وحياتك عندي ابنك انت. لو ما نزلتيش من العربيه دلوقتي هتصرف معاكي تصرف هخليكي تندمي عليه العمر كله. انت ليه مش عايز تصدقني؟ انا ما خنتكش، ما خنتكش يا حسام. مازن، مازن يا مروان. مروان في ايه؟ مروان، ماما، ماما، مروان تعبان قوي. ايه مالك؟ مالك يا حبيبي؟ مش عارف. ياه انت سخن قوي. ماما اطلب الدكتور بسرعه. لا انا هطلب فوزي. الو. ايوه يا فوزي الحقني، مروان تعبان قوي، الظاهر جاله الدور اللي جه لمازن قبل كده. ده سخنه مولع. طيب بسرعه والنبي. انا مش ممكن هسيبه. وهتقدري تعملي ايه يعني؟ ما هو خلاص سرق عقد الجواز. ولو يا عم، في تحاليل هتثبت ان حسام ابو الولد بعد ما هي بتخلف باذن الله. وانا لسه هستنى لما اخلف. الله، وهتقدري تعملي ايه يعني؟ انا هفضحه، مش هخليه قاعد متهني كده وانا في العذاب ده لوحدي. هروح اقول لمراته، هقول لابنه، هقول لكل الناس، هكتب في الجورنال اسمه وهخلي سمعته في الطين.
وانا عارفه ان الحاجات دي بتفرق معايا. وتفتكر لما انت تعملي كده هتقدري تاخدي منه حاجه؟ بالعكس، ده هيعند اكتر، ويبقى كل اللي احنا عملناه ان احنا فضحنا روحنا ولطخنا سمعتنا وبس. لا يا عمي، ده حقها، ومن بكره ترفع عليه قضيه اثبات نسب. يا ابني بلاش تهور. ما هو اصل يا بابا ذوق ما جابش نتيجه معاه. معلش يا بنت، نحاول تاني وتالت ورابع، ولما نيأس نبقى نعمل كل اللي بيقول عليه فتح. حاضر يا بابا، نحاول معاه تاني. وايد يا حبيبي البسطرمه اللي انت بتحبها، يلا كل بقى. ايه مالك؟ اصل خايف على مروان وعلى ماما قوي. ما تخافش يا حبيبي، بكره يبقوا كويسين وزي الفل. كل بقى حته الجبنه دي، يلا خد. شفت بقى ماما بتحبكوا قد ايه؟ بتضحي بنفسها واحتمال تاخد عدوى عشان تفضل جنب ابنها، ترعيه بنفسها. يا سلام، الام دي حاجه عظيمه وكبيره قوي.